بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من والله بالنسبة الإشراق الذي قامت به التيارات الإسلامية الحاكمة فيه شيء من العيوب. من ضمن هذه العيوب أن الإشراق فيه لمسة من شيطانية هي سياسية، وهي داخلة في حسابات ما لا يرضى عنها المولى سبحانه وتعالى. ما تحبوا الأصوات زايد وتحبوا الشعارات الجوفاء لكم ذلك ولكم سدة الحكم، لكن هل سألتم أنفسكم هل في فعلكم هذا أرضيتم ربكم أو أسخطتموه؟ واعلموا أن الذين ضللوا وصدقوكم في كل ما قمتم به من دعايات حين يستفيقون سينسلقون من هذا الإشراك ويجدون حزب الله من يحتضنهم، أي حزب القرآن يحتضنهم، فيطمئنون إلى المسار الذي تركه نبينا عليه الصلاة والسلام ويقوموا بوجههم نحو الله سبحانه وتعالى استقامة وبدعوة دعوة الخلق إلى سبل السلام. فالخير لكم أن تدفعوا عنكم شرور ما سبقت أيديكم وارتضته أنفسكم، والخير فيما اختاره الله لا فيما اخترتم، والسلام على من اتبع الهدى.